مصر كلها اماكن حلوه، خصوصا في الصيف يبقى ما عندناش اجمل من الشواطئ، وعندنا شواطئ مصنفه من اجمل الشواطئ على مستوى العالم. النهارده هنتكلم عن شاطئ، هو شاطئ شرم اللولي. شرم اللولي ده شاطئ في مرسى علم، اللي يروح يا جماعه بيحس ان هو، وحتى يعني الاجانب، يعني ده بناء على كلامهم من خلال موقع مشهور جدا جدا، الناس بتدخل علشان تعرف تروح تقضي اجازاتها فين، اسمه تريب ادفايزر. الموقع ده صنف الشاطئ ده مرتين، في 2017 صنفوا انه ثالث اجمل شاطئ على مستوى العالم، والسنه دي صنفوا من اجمل 20 شاطئ على مستوى، فهو يعني احنا بنتكلم في شاطئ من اجمل الشواطئ على مستوى العالم، وهو داخل النطاق الجغرافي لمحميه وادي الجمال. يعني الصور اصلا بتتكلم، بصي حتى الكائنات او الحياه البحريه هناك مختلفه كمان. بصي المنظر والشعاب، ايه مرجانية. يا جماعه الجمال ده! شعاب مرجانيه وكائنات بحريه نادره كمان زي السلاحف البحريه، حاجه رائعه. وانت كمان بتعوم في البحر مثلا تلاقي الطيور النادرة زي صقر الغروب النادر بيبقى طاير فوقيك، النسر يعدي. يعني هي محمية رائعة الجمال، مياه فيروزية شفافة، يعني من شدة نقاء المية لما تدخل حتى في العمق هتبقى شايف قاع البحر، فنقاء رهيب. أنا عايزة بس أقول حاجة فيما يخص بقى الناس اللي بتحب تروج طول الوقت للأماكن الخارجية، يقولك أنا نفسي قوي أروح المالديف. يا جماعة المالديف بس واخدة سمعة إن هي أجمل شاطئ العالم إطلاقا، مصر ومرسى علم وشاطئ كتير في مصر أحلى 100,000 مرة والله من المالديف. يعني بحس إن دي بتبقى شوية سطحية، يعني الناس ما بيبقاش عندهم قوي ثقافة إن هم يعرفوا، بيروحوا الأشهر حاجة بتتقال يقولك هواي شواطئ، هواي شواطئ المالديف. إنما في مصر والله شواطئ أجمل شواطئ في العالم. وأنا عايزة كمان يعني نتعمق أكتر في الموضوع ونعرف الناس تفاصيل الشاطئ ده تحديدا. خلينا ناخد على التليفون معانا ضيفنا الكريم الأستاذ محمد كارم الخبير السياحي، خلينا يعرفنا إيه أهمية الشاطئ ده، إيه مدى جماله، إيه الحاجات اللي بيتميز بيها عن الشواطئ على مستوى العالم. صباح الخير يا فندم وأهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم وأهلا بحضرتك. عايزين نتعرف على ايه اوجه الجمال والاختلاف في هذا الشاطئ عن باقي الشواطئ على مستوى العالم وفي مصر بالتاكيد. طيب احنا بس زي ما حضرتك اشرتوا شويه ان شرم اللولي من انقى الشواطئ على مستوى العالم، ده بجد يداهي المالديف. ويمكن احنا لو دخلنا حتى لمده 2-3 كيلو داخل المايه هنشوف قاع المايه. وده العمق ده 2-3 كيلو داخل الشاطئ نشوف برضه لسه بنشوف بنشوف قاع المايه. اوكي من كثرة نقاء والمايه كويسه جدا. شاطئ شرم اللولي هو بيبعد عن جنوب مرسى علم ب 60 كيلو. وبيقع طبعا زي ما حضرتك اشرتي في محميه وادي الجمال، ودي اجمل بقعه في العالم ومنتهى الأمانة، أجمل بقعة في العالم. هل يا أستاذ محمد فعلا الكائنات البحرية هناك مختلفة؟ يعني أنا أعرف أنه السياح لما بيجوا مخصوص عشان يعملوا أو يغطسوا في شاطئ شرم اللولي ده، ويقال أنه في كائنات بحرية نادرة زي عروسة البحر، هل ده حقيقي في عروسة بحر؟ لا لا هو مش موجود عروسة البحر، بس هو موجود بعض أنواع الزحالف، الزحلفة نادرة موجودة فيها. وطبعا الشعب المرجانية مش موجود في أي مكان في العالم شعب بهذا الجمال وبهذا الرونق إلا في شاطئ شرم اللولي. ومعظم الجنسيات اللي بتيجي سواء الفرنسيين أو الألمان أو الإيطاليين بيبقوا جايين لممارسة رياضة الغوص في هذه المنطقة، واستجمام فظيع يا استاذ محمد. يعني الهدوء اللي موجود هناك والنقاء والطبيعه الساحره، يعني مفيش بعد كده، زي حضرتك بتقول بتضاهي المالديف، انا شايفه ان هي بتتفوق على المالديف بالظبط. يعني انا عايز اقول ان من فتره قريبه كان محمد صلاح موجود هناك وعمل دعايه حلوه جدا لمصر، وعايز اقول لحضرتك يعني معظم الناس اللي بيجوا سواء الالمان او الفرنسيين او الايطاليين بيشيدوا بجمال وطبيعه المنطقه. وطبعا بعديها يعني في نفس الشاطئ بعديه بفتره كده يعني قريب منه
اشجار المنجروف الاستوائيه، فبتبقى حضرتك المكان بيبقى روعه ساحر. بكر لسه ساحر. لسه بيور. طيب عايزين برضو نعرف من حضرتك كخبير سياحي، ان انا اخد مثلا عيلتي او اطلع مع اصحابي او ما شابه كام يوم، هل ده مكلف قوي زي السفر للخارج والحاجات لا. دي، ولا اسعاره معقوله وممكن لا اي لا لا. من الطبقات تقدر تطلع؟ لا لا لا، هو اسعار في متناول الجميع، وفي كذا كاتيجوري، في كاتيجوري الاربع نجوم والثلاث نجوم والنجمتين، وفي كاتيجوري كمان في مرسى علم ان حضرتك تقدري تأجري شقه. حلو ده. فده بالنسبه للسياحه الداخليه غير مكلف خالص. هو بس المشكله ان احنا كمصريين بنقول المسافات بعيده، يعني ان انا اقعد في باص 6 ساعات او 7 ساعات ده بالنسبه لي مرهق جدا، عكس الاجانب احنا ما عندناش ثقافه السفر الطويل. حقيقي حقيقي لحد بعيد. فهو ده بالنسبه له بس هي المشقه. ودلوقتي كمان الطرق اتغيرت، يعني البنيه التحتيه للطرق بقت احسن من اول بكتير جدا، فده بشكل كبير بيساعد على السياحه الداخليه. كل الشكر للأستاذ محمد كارم الخبير السياحي، بالتأكيد منطقة من أجمل المناطق، ادخلوا واتفرجوا.